بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على إمام المرسلين. مرحبا بكل من التحق بقناة أم عبد الرحمن. فيديو خاص بلا تخوازيام اني مويان، راح نقدم لكم الفرض الثالث ديفوار نيميرو 2، الفرض الثاني لو ديفوار نيميرو 2 من مدرسة أشبال الأمة، لا ريبوبليك ألجيريان ديموكراتيك إي بوبيلار، مينيستير دو لا ديفونس ناسيونال، إيكول دي كادي دو لا ناسيون، عمر محمد تيرت. هذه اسم المدرسة، مدرسة أشبال الأمة بالتيرت. راح نقرأ السجي كامل ومن بعد راح نصحح أنا وياكم. ألوغ جيلي لو تكست. Plus de 40 morts dans des incendies en Kabylie. 17 civils et 25 militaires, selon un nouveau bilan, ont perdu la vie lundi dans les incendies à une centaine de kilomètres à l'est d'Alger. 42 personnes, dont 17 civils et 25 militaires, ont perdu la vie lundi soir dans les incendies qui ravagent le nord de l'Algérie, notamment en Kabylie. On indique les autorités évoquant des feux d'origine criminelle attisés par un épisode de canicule. Le président Abdelmajid Tebboune a déploré sur Twitter la mort de 25 militaires qui tentaient d'éteindre les incendies, présentant ses condoléances aux familles des victimes. C'est avec une grande tristesse que j'ai appris la mort en martyr de 25 militaires après qu'ils ont réussi à secourir plus d'une centaine de citoyens des flammes dans les montagnes de Bidjaya et Tizi Ouzou, a écrit le président. La télévision publique a ensuite donné un bilan similaire. Plutôt, le ministère de la Défense nationale avait de son côté fait état de la perte de 18 combattants dans un communiqué précisant que 14 autres militaires souffrent de brûlures à différents degrés. Leur intervention a permis de sauver des flammes. 110 citoyens, hommes, femmes et enfants, ajoute le ministère. Le Monde, le 1er août 2021. كان هذا هو النص، يتحدث عن الحرائق التي شبت مدينة القبائل والتي راح ضعيتها 40 إنسان، من بينها 17 مدني و 25 من الجيش الشعبي الوطني، وكذلك التعزية اللي قام بها السيد رئيس الجمهورية. وهذا المقال كتبته جريدة لو موند في 1 أوت 2021. الآن نروح للأسئلة. النص هنا أمامكم، اللي بغى يعاود يرجع له، أنا ما شرحتش كلمة كلمة، راه واضح. ودوك من خلال الأسئلة نزيدو نتعمقوا فيه، ثاني باش ما يجينيش لا فيديو ما تجينيش طويلة. لا بخومييغ كيسيون، شوازي لا بون ريبونس. هذا سو في دي فيغ غيلات، هذا لو في دي فيغ عنده علاقة بأن ديلي، بجريمة، إن كاتاستروف ناتيغال، كارثة طبيعية، أو بيان أن أكسيدون بحادثة. طبعا في النص قال لي بلي هذا لو في دي فيغ، هاد الحرائق دوريجين كريمينال، يعني عند جريمة مرتكبة، جريمة مرتكبة. ألوغ سي تان ديلي، أو بيان سي تون كاتاستروف ناتيغال، أو بيان سي تان أكسيدون. وي لو جوست، أن ديلي هي جريمة، و أن كاتاستروف ناتيغال هي كارثة طبيعية، أن أكسيدون هو حادث. دون كيل روبريك دو جورنال بوتون لو كلاسي، في أي مجال من الجريدة ممكن أن نصنفه؟ لو سبور، هذا النص هو يتحدث على هذا النص، لو سبور الرياضة، لا بوليتيك السياسة، أو بيان لا سوسيتي المجتمع. هذا لا دوزيام كيستيون. لا دوزيام بارتي دو لا بخومييغ كيستيون. كومبليت لو تابلو سويفون أ بارتيغ دو تكست. يعني كمل هذا الجدول. كوا، وش صار، ماذا، او، وين، كان، متى، لي كونسيكونس، النتائج، نعمره من خلال النص. روح لا كيسيون نيميرو 3. ريليف دو تكست دو مو كي ابارتيان او شون ليكسيكال دو مو انسوندي. انسوندي هي الحريق.
قال لك خرج من النص جوج كلمات تتعلق بهذا الحريق، جوج كلمات عندها علاقة بكلمة حريق. trouve dans le texte le synonyme du mot secourir يعني ينقذ. خرج من النص مرادف كلمة secourir. secourir هي ينقذ. كاين ان اوتر مو اللي هو مرادف لهذه الكلمة. راه في النص مع التصحيح، لما لقيتش مع التصحيح راح نشوفو. نروح لي كيسيون سويفونت. واش قال لي؟ قال لي ريبون بار فري او فو، اجيب بصحيح او خطأ. Les incendies se sont déclarés au nord-ouest de l'Algérie. يعني الحرائق اندلعت في الشمال الغرب الجزائري. 25 personnes ont perdu la vie. 25 شخص فارقوا الحياة. وراه لو فري وراه لو فو. وراه الصح وراه الخطأ. Relié par une flèche, ربط بسهم. عدي لو تيتر. عندي لو شابو، عندي لو كور دو في ديفير، العنوان والصدر لو في ديفير ولو في ديفير في روحه. ريجيم لو في ديفير يعني يلخص لو في ديفير. راكونت لي ديتاي دان ايفينمون ريال، تروي بالتفصيل الاحداث. واكروش لو لوكتور، اكروش لو لوكتور يعني تعلق القارئ، يتعلق بها القارئ. القارئ نيمرو 7 هنايا كل وحده نربطها بال ما يناسبها. ترانسفورمي فراز فيربال سويفونت ا دي فراز نومينال. عندي هنا دي فراز نحولها لي فراز نومينال، يعني هذه الجمل الزوج تبدو باسم. نحول لو فيرب الاسم باش تحضر تسموها اون فراز نومينال. صاي عندي لي زانسوندي اون ديتروي 4 هكتار دو فوري. الحرائق تقضي على 4 هكتارات من الغابات. هذا هو لو فيرب اون ديتروي، نحولها او باسي كومبوزي، نحولها لو نو ونبدا به الجمله. لي كومباتون اون سوفي اون سونتان دو بيرسون، يعني المقاومين انقذوا مئات الاشخاص. هذا هو لو فيرب الثاني اون سوفي. اون سوفي راه او باسي كومبوزي، نحولها لو نو ونبدا به الجمله. Conjugue les verbes, mets entre parenthèses au passé composé. عندي دو فيرب، عندي دو فراز فيهم دو فيرب، كل واحد نحولها au passé composé. عندي plusieurs personnes subir. Le verbe c'est un verbe de deuxième groupe. Des brûlures de différents degrés. كثير من الأشخاص تعرضوا لحرائق مختلفة الدرجات. هذا le verbe subir. عندي plusieurs personnes. C'est le verbe il avec s ou bien elle avec s. نحول هذا الفيرب مع هذا الضمير او باسي كومبوزي. جو سوي ريفيي، سو ريفيي سي ان فيرب برونومينال مع لو برونوم جو نديرها او باسي كومبوزي. هنايا واش عندي؟ قال لك هنايا ايكري كوريكتومون لي بارتيسيب باسي دي فيرب مي اونتر بارونتيز. عندي ان سول فيرب اونتر بارونتيز سي ان فيرب دو ثروازيام جروب. عندي سون فونيغ لي زيليمون دو لا بروتيكسيون سيفيل سون فونيغ afin d'éteindre les flammes. هذه عندي لي زيليمون دو لا بروتيكسيون سيفيل سي إل افيك اس. سون فونيغ هنا راه يدور على لو بارتيسيب باسي، واش يجيني في الاخير. قعد لي هنايا لا برودكسيون إكريت، واش قال لي؟ قال لي ريديج لو تيتر اي لو شابو دان في دي فير، ماهوش لو في دي فير، ماهوش لو كور، سي تو لو تيتر العنوان و لو شابو. ابارتيغ لو تابلو عطاني كي دي براكونيي Quoi sont arrêtés par les autorités ou en Emma quand la semaine passée et pourquoi ils ont chassé un nombre considérable de gazelles en voie de disparition? Comment les services de sécurité ont tendu un piège aux malfaiteurs? يعني هاد لي بريكونيي لي براكونيي واش دارو؟ صيدوا كمية معتبرة من الغزلان التي هي في طريق الانقراض. وين في النعامة؟ شكون وقفتهم؟ وقفتهم الدولة. وين تا لا سيمين باسي؟ عن طريق واش؟ كلومو هي عن طريق واش؟ عن طريق فخ داره مصالح الأمن. راني شرحتها بالعربية. الآن نروح قالك واش قالك؟ أمبلوا لو باسي كومبوزي و أكورد كوريكتومون لي بارتي، أكورد كوريكتومون لو بارتيسيب باسي و إكري لو تيتر سو فورم دون فراز نومينال، يعني لو تيتر يكون اون فراز نومينال. طبعا بدون إطالة راح نقدم
الإجابات. Alors, ce fait des verres relate un délit. Ce fait des verres relate un délit. يعني جريمة. هذا جريمة. حريقة. حريق متعمد. مش كارثة طبيعية. هو جريمة. C'est un délit. On peut classer ce texte dans société. يعني هذا النص نديره في خانة الاجتماعيات. كوا الجدول اللي عطاني العمره كوا دي زانسوندي ماذا حرائق وين اون كابيلي في مدينة القبائل كون لاندي سوار وين تا في الاثنين مساء لي كونسيكونس النتائج لا مور دو 42 بيرسون 17 سيفيل و 25 ميليتير موت 42 شخص من بينهم 17 مدني و 25 من الجيش. لو شون ليكسيكال دو مو انسوندي يعني الكلمات المتعلقة بالحريق عندي دي ف هي النار ودي فلام هي كذلك النيران دي ف هي النار ولي فلام هي النيران النيران لزوج معناها عندها علاقة مع كلمة الحريق راهم في النص سيكوغيغ سي سوفي ينقذ جو ريبون باغ فغي او فو عندي لي زانسوندي سون سو سون ديكلاري او نور ويست دو de la gérer, c'est faux. La chasse de l'air, il y a l'air dans le... في بجاية. Alors, on n'est pas dans le chemin de l'arabie, c'est faux. On a tâché le... On a tâché. Faux. A, U, X. On n'est pas dans le chemin de l'arabie. C'est le chemin de l'arabie. 25 personnes ont perdu la vie. Aussi, c'est faux. La chasse 42. ماهوش 25 هنايا بالنسبه جو غولي باغ دي فلاش لو تيتر اكروش لو لوكتور يعني ان القارئ كي يشوف العنوان يجذب انتباه القارئ يتعلق به الانسان كي يشوف العنوان عاد يقرا لو شابو واش يعطيني لو ريجيم دو تاع لو في دي فيغ يلخص لو في دي فيغ ولا لو كور دو في دي فيغ هذاك الجسم تاعه كامل واش يدير راكونت لي ديتاي اي راكونت لي ديتاي. نروح كذلك لبقيه تاع الاسئله. قال لي حول لي فيرب لي فراز فيربال ا دي فراز نومينال. عندي لا بروميير فراز لا ديستريكسيون دي 4 هكتار دو فوري بار لي زانسوندي يعني القضاء على 4 هكتارات من الغابات من طرف الحرائق. Le sauvage d'une centaine de personnes par les combats tant inqave mi'at l'ashkhas taraf al-muqawimin. Les verbes au passé composé on dit ont subi. Les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, on dirait le participe passé, c'est un verbe de deuxième groupe, on dirait i. Là, le verbe pronominal, je me suis réveillé. On dit e pour le féminin. Là, j'écris correctement le participe passé, c'est le verbe venir, c'est sont venus. كون جا في المؤنث نزيد هنا او قعدت لي لا برودكسيون اكريت جو لي لا برودكسيون كريت لو تيتر اي لو شابو دي براكونيي اون شاسي ان نومبر كونسيديرابل دي غازيل اون فوا دو ديسباريسيون اي سونت اريتي بار لي زوتوريتي لا سيمين باسي ان اما ا ترافير دان بياج او مالفيتور توندو بار لي سيرفيس دو سيكوريتي. كان هذا هو لو شابو. يبقى لو تيتر ها هنا درته في الاعلى دي براكونيي سونت اريتي بار لي سيرفيس دو سيكوريتي. نعاود نقرا لا برودكسيون حيت دي براكونيي اون شاسي ان نومبر كونسيديرابل دي غازيل اون فوا دو ديسبيراسيون ديسباريسيون اي سونت اريتي بار لي زوتوريتي لا سيمين باسي ان عاما ا ترافير دان بياج او مالفيتور توندو بار لي سيرفيس دو سيكوريتي. في آخر الفيديو نتمنى أن الفيديو كنت أصلا تبحثوا عليه. إلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله تعالى.